دائما تحت تأثير ضغط جوي مرتفع قوي يميز أو يمتد على كافة أرجاء الوطن، هذا سيبقى يسمح ببقاء أجواء مشمسة خلال يوم الغد بحول الله على كافة أرجاء الوطن. ضباب محلي خلال الصباح الباكر نحو السواحل الغربية، كما ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الغربي والصحراء الوسطى. الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ما بين 13 إلى 16 درجة، ستسجل بالهضاب العليا 16 إلى 19 بالسواحل، نفس المقياس بشمال للصحراء 21 درجة بالجنوب الغربي بمنطقة الواحات، كذلك بإن صلاح وإن قزم لن تتعدى 15 درجة بمرتفعات الهوغار والطاسين. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى مرتفعة وكذلك تفوق المعدل الفصلي في حدود 35 درجة بتيزي وزو، 34 درجة بالعاصمة، 32 درجة بعنابة، بتيارة وتلمسان، 28 درجة بوهران، في حدود 26 درجة بالبيض، 31 درجة بقسنطينة، نفس المقياس بغردية، 35 درجة بتندوف، 29 درجة فقط بمرتفعات الهوغار والتاسيلي وكذلك بإليزي، لتصل إلى 36 درجة على مقياس بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب خلال الظهيرة نحو السواحل الشرقية، رياح غربية تماما تدور إلى شرقية أحيانا جنوبية شرقية نحو السواحل الشرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، طيلة الفترة ممتدة ما بين يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد نفس الوضعية الجوية، أجواء مشمسة على العموم مع هبوب رياح قوية نسبيا نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، تعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية. الحرارة القصوى تبقى دائما مرتفعة وتفوق المعدل.